مساكم الله بالخير. لماذا يتمسك بعض دول الخليج بنظام الكفيل؟ هل مبررات وجود النظام ما زالت قائمة؟ وما هي عيوبه الحقوقية والتشريعية؟ هل العيب في نظام الكفيل أم في ممارسات الأفراد؟ هل يمكن أن يؤدي إلغاء نظام الكفيل إلى فوضى عمالية؟ لمناقشة نظام الكفيل يواجه الصحافة فايز المطيري رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت، وجاسم حسين نائب في البرلمان البحريني، ومحمد الدويش مدير عام الشؤون القانونية بوزارة العمل السعودية سابقا. مساكم الله بالخير. خليني أبدأ معك أستاذ فايز، أنت رافع لواء إلغاء نظام الكفيل، إيش عندك في هذه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا إحنا بالاتحاد العام لعمال الكويت نمثل جميع الطبقة العاملة، ومما لمسناه في منظمات العمل الدولية من انتقادات كبيرة على حكوماتنا في المنطقة وبالأخص إلى دولة الكويت، وإحنا من أشد المدافعين عن بلداننا وما يمسها في أي ضرر والانتقادات الكبيرة. إحنا بلداننا وأخص في دولة الكويت إحنا بلدان مستقطبة لهذه العمالة الوافدة. كم تقريبا عبد الكويت عدد العمال الأجانب؟ العمالة الوافدة حسب الإحصائيات الموجودة 2,400,000، وعدد السكان 1,100,000 حسب الإحصائي الموجود. عدد اللي يقيم في الكويت 3,500,000، يعني أي بمعنى ثلثين السكان هم من غير الكويت، أي بمعنى مقابل كل مواطن 2,500 وافد. هذه خطر، يعني المواطنين لما تتكلم في 1,100,000 من الطفل إلى أنت داخل عليها من باب تحسين العلاقة مع هؤلاء الذين يفوقون عدد السكان. احنا تحسين العلاقة في الدرجة الأولى والدفاع عن حقوق العمالة الوافدة، ونبحث عن العمالة المحتاجين لها في بلداننا حتى نبتعد عن العمالة السائبة والعمالة الهامشية واللي نجدهم في الشوارع من غير عمل. أنت أستاذ فايز تريد أن تلغي النظام جملة وتفصيلة؟ أنا لا أريد إلغاء النظام كاملة، نحن نبحث عن حماية للعمال. كيف؟ نحن تأتينا شكاوي كثيرة في الاتحاد لمكتب العمالة الوافدة الذي يمثل العمال العمالة الوافدة والمنظمات النقابية الخارجية في الدول المصدرة للعمالة، في اجتماعاتنا في منظمة العمل الدولية، أن هناك في اضطهاد للعمالة الوافدة وأن هناك في استقلال للعمالة الوافدة، أي بمعنى أن العامل لا يدخل إلى البلد أو يحصل على عمل إلا بمقابل مبلغ معين حتى يضمن الكفالة من قبل مواطن.